طقس بارد وغائم جزئي وأمطار غزيرة في جنوب غرب المملكة، لتمتد هذه الأمطار بمشيئة الله إلى العاصمة يوم السبت. وإلى تفاصيل هذه النشرة، أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن تبقى الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة، وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية، من المتوقع أن تتركز الحالة المطرية في المنطقة في جنوب غرب المملكة لتشمل أجزاء من جازان وعسير والباحة، وأيضا أجزاء من مكة المكرمة وبخاصة الأجزاء الجنوبية منها، لتصل أيضا إلى جنوب منطقة الرياض وأيضا جنوب المنطقة الشرقية في يوم الجمعة. أما فيما يخص يوم السبت، فمن المتوقع أن تمتد هذه الأمطار بمشيئة الله لتشمل أيضا مناطق واسعة من مدينة الرياض وأيضا المنطقة الشرقية، ولا يستبعد أن يكون بعض الهطولات في الحدود الشمالية من المملكة، ويبقى تركيز هذه الحالة في جنوب غرب المملكة بمشيئة الله. أما فيما يخص درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، فمن المتوقع أن تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 10 درجات مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 12 كيلومتر في الساعة. وفي الثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، يوم الجمعة والسبت والأحد، هنالك فرصة لزخات من الأمطار. يوم الجمعة نهارا 15 ليلا 11 درجة، يوم السبت من 18 إلى 14، وأيضا يوم الأحد من 22 إلى 15 درجة مئوية. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا 14 إلى 8 درجات، في عرعر من 12 إلى 7 درجات، وفي تبوك من 15 إلى 4 درجات مئوية. في مكة المكرمة من 27 إلى 20، في جدة من 27 إلى 22، في المدينة المنورة من 22 إلى 13، وفي الطائف احتمال زخات من الأمطار من 19 إلى 14 درجة مئوية. في أبها احتمال لزخات أمطار رعدية من 17 إلى 10 درجات، في الباحة أيضا زخات أمطار رعدية من 13 إلى 10 درجات، وفي جازان من 30 إلى 24 درجة مئوية. في الدمام 19 إلى 15، في الإحساء من 18 إلى 14، في حفر الباطن 16 إلى 11 درجة مئوية. في الرياض احتمال زخات من الأمطار أيضا من 15 إلى 11 درجة، في بريدة من 20 إلى 14، وأخيرا في حائل من 18 إلى 9 درجات مئوية. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. في حال أردتم المزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.